يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم عندنا طبخة غريبة وعجيبة، راح أقول لكم مكبوس راح يمر على بالكم أنه مكبوس عيش، لا اليوم مكبوسنا غير، مكبوس معكرونية. طبعا يحب الصغير قبل الكبير، احنا نقول الكبير قبل الصغير، لا اليوم نقول الصغير قبل الكبير. تعالوا معي تعرفوا على مقادير الطبخة. راح استخدم دياية نقطع صغار صغار وشلت الجلد من عليها، وراح استخدم معكرونية حوالي كيلو، وبعدين عندي بصل مقصصه طوال وآلو وطماط وحشيش وجزر وفلفل وثوم وليمون أسود. هذه تقريبا جميع المقادير مالها اللي راح أطبخ لكم فيه المكبوس المعكرونية. في البداية راح نشعل النار، ونبتدي طبختنا. طبعا كل اللي يسأل يقول ليش اسمها مكبوس معكروني؟ هي لانها نفس طريقة المكبوس، بس بدل نحط العيش نحط المعكروني. نحط الزيت ونبتدي في البداية نقلي او نحمس البصل. في البداية راح نحط البصل خلكم متذكرين معاي ان انا قلت راح اسوي مكبوس نفس طريقة المكبوس اللي احنا نسويه العادي، بس هذه معكرونية. بداية نحمر البصل وبعدين راح ندش على الدياي خطوة بخطوة. خلكم معاي، احنا في جميع طبخاتنا نستخدم المعكرونية في كذا طابخة، بس اخواننا المصريين ما شاء الله عليهم استخدموا المعكرونية بشكل صح في كل طبخاتهم، بشاميل، كشري، طاجن، يعني كذا طبخة عندهم فيه. اما احنا قليلين في مزج المعكرونية او نقول هاي الطبخة في اكلاتنا الشعبية او اكلاتنا بشكل عام. انا ما ابي البصل يصير بشكل يعني ذهبي كلش. طبعا بداية راح نحط حطينا البصل، والحين بنحط الدياي. قطعنا الدياي صغار، قطع صغار، وراح نبتدي نحمس معاه البصل. نحاول نخلي الدياي مثل ما نقول احنا ينحمس مع البصل وتغير لونه شوي. بس شفتوا على طول نحط الطماط اللومي الاسود نبتدي نحمس فيه. ترى الطبخة ذي سريعة ومكوناته شيء بسيط. نزل الآلو وناخذ الجزر نزلت المكونات اللي هي تحتاج حق طبخ أزين من كذي بسرعة عشان تستوي أسرع، والطبخة دي ما ياخذ لها شيء حوالي احنا نقول نص ساعة بالكثير، ولو بتحسبها بالتقصيص مع الطباخ كلها ساعة واحدة، يعني حق عشوة حق سحور تصلح وايد. راح ننزل المعجون طماط ناس طالع سفر
تبي تطبخ طبخ له طبخة سريعة. صدقوني راح تحبون الطبخة لو تجربونها. أربع فصوص وابتدي أحط البهارات. راح أحط أول ما ابتدي أحط الليمون الأسود قرشتين، زار خلطة بحرينية على كيف كيفكم، كركم، جلجلان وسنوت خلطة مع بعضها. كل المكونات ذي، ورش رشة ملح خفيفة، وحرك المكونات مرة ثانية مع بعض. ما شاء الله الحين ابتدي انزل الطماط. مثل ما قلت لكم مكوناته شيء بسيط وسريعه في الطبخ. طبعا الدياي ما ياخذ له وقت. وهذه السبار الهندي عشان يعطي شوية حموضة. ورد نحمس مرة ثانية. رشة ماي ورد نحرك المكونات. ننزل عليه الماء شوي ونخليه يطبخ. راح اتركه لمده 10 دقائق لين يبتدي يفوح وانزل المعكرونه واقايسه نفس المجفوس بطريقه المجفوس نفسه. طبعا بطلع فاصل وبرجع لكم مع طبق جديد انتم منتظرينه في هالشهر. راح اعلمكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل مثل ما عادكم. طبعا عندي اليوم راح اسوي لكم سمبوسه. كل يسال يقول طريقه السمبوسه انا اوكي احبها بس ما بعرف الف السمبوسه. طبعا انا جبت ورق سمبوسه اشتريت من اي محل يبيع سمبوسه. وسويت الخلطه مالتي عباره عن ذره وجبن بشارتهم واستخدمت جزر معاهم. انتوا على حسب ما انتوا ترغبون. شنو ترغبون فيه؟ جبن بروحه، ذره ويا جبن، انتوا كل شيء تقدر تسوي فيه. الدياي تحمسه شوي، حمسه، تونه، لحم، على حسب رغباتكم في طريقه الحشو. طبعا عشان اسكر السمبوسه خلطت لي طحين مع ماي وخليته بهاي الدرجه بحيث انه انا اقدر اسكر السمبوسه. خلكم معاي طريقة التسكير بس السمبوسة. حطينا السمبوسة بهاي الطريقة، خذيناها ولفيناها لفة بسيطة، وصلت لهاي الطريقة. حطينا الحشو على حسب ما انتم تبونه، محشية اكثر اقل على حسب. نضغط عليها شوي نسكرها بهاي الطريقة تسكيراتها، وناخذ ونسكرها. هاي السمبوسه سهله. نعيد مره ثانيه، ناخذ ورقه سمبوسه بهاي الطريقه ونخليها في يدنا ونلف لفه بسيطه بهاي الطريقه ونحشيها. نسكر عليها، نمسكها من جوانب
نسكر عليها. هاي السمبوسة طبعا انا حبيت اسوي لكم طريقة السمبوسة عشان احنا محتاجين في هاي الفترة ان نقعد في البيت ونطالع التلفزيون، واخذوا الفرصة ذي وسوي لكم السمبوسة اللي انتم ترغبون، لان بدال تشترونها من برا او تاخذونها من برا فانتم تقدرون تسوونها بروحكم في البيت. ممكن تسويها اصغر، ممكن تسويها اكبر على حسب قصة العجينة نفسها. احشيها مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة واسكر عليها بهاي الطريقة، واخذ العجين اللي انا سويته واسكرها. نعيد مرة ثانية؟ نعيد. راح اعيد معاكم مرة ومرتين وثلاث واربع على حسب ما انتم تبون. قلنا بخليها وبلفها لفة وبخليها بهاي الطريقة، بصك عليها من صبعي تحت انزل فيها الحشوة بهاي الطريقة واسكر عليها والفها لفة بسيطة. سمبوسة وابتدي انزل الحين المعكرونية. بداية راح انزل الحشيش وشبنت ويا بعض، وانزل المعكرونية بعد ما نزلنا المعكرونية راح نخليه لين ينشف شوي، نسكر عليه ونخلي بعد التسكير حوالي بعد 10 دقائق ونرجع له مرة ثانية. على هالوقت دي راح نستغله ونقلي السمبوسة مالتنا بس بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل، بعد ما لفينا السمبوسة كلها لفيناها مثل ما انتم تشوفون. راح نتاكد من مجهوس المعكرونيه لين وصل ان شاء الله. طبعا حركه ولا نستعيل عليه ما شاء الله. راح نخلي بعد شوي ترسه وطم ما نقلي سمبوساتنا. في البداية حطينا الدهن وما نعلي على النار وايد، دائما يصير عندنا ورق مكسر. طبعا نستغل ذي حق مثل ما نقول السلطة، الورق خفيف اللي هو ما تقدرون تلفون فيه، يكون مشقوق مثروم على بورد، فنحاول نستخدمه حق السلطه استخدام ثاني، يعني يكون له عده استخدامات. وفي نفس الوقت نقيس بنار الدهن حق القلاي. قلت لكم ولفيت لكم سمبوسه على اساس انكم تتعلمون الطريقه تلف السمبوسه. شيل هالقطع في طريقة ثانية. إذا خذيتوا هاي القطع الصغار ممكن تنقعونها في سكر وبعدين تقلونها وطعمها يصير وايد حلو. صارت النار وايد عالية. نبتدي نقلي سمبوسة. بسم الله نقطهم كلهم مرة واحدة وبعدين توهق على أساس نلف نفرهم. طبعا ما بياخذ لهم وقت. انت ما شايفين ما ياخذ لها وقت. لا تحطون دهن وايد. من فينا اليوم ما يلس على السفره
وما ياكل سمبوسة. كلش كلش بعد الفطور يسوون لهم القهوة والشاي ويجلسون يحطون لهم سمبوسة زلابية. الأول حلوياتنا هذه الحلوة زلابية والبغلاوة دائما نشوفها في شهر رمضان المبارك. يعود عليكم بالصحة والسلام إن شاء الله. نحاول نحط كات تحت الشاي عشان نشيل الدهن ماله. القطع هذا طبعا في نفس الورق ذي نقدر نسوي لنا اللي هي السمبوسه الحلوه. الخلطه مالت السمبوسه الحلوه شكر هيل حط فيها، ممكن نحط فيها الدارسين شيء بسيط، مكسرات بغينا نحط فيها داخل المكسرات ونسويها بطريقه صغيره وايد. هذه سمبوساتنا صارت جاهزه، ما نعلي على النار وايد لان نبي السمبوسه تستوي على راحتها. وفي نفس الشيء المكونات اللي داخل محتاجين ان اذا كان فيه جبن خصوصا انه يسيح الجبن داخل السمبوسه. هاي سمبوستنا صارت جاهزه مثل ما انتم شايفين، والحجم والجبن ما شاء الله عليه سايح. وانت قاعد في البيت، وانت قاعد في البيت عندك وقت، قاعد تطالع التلفزيون لف سمبوسه، ما يبي لها وقت يعني ولا يبي لها شيء صعوبه، لفتها سهله، مكوناتها سهله وتاخذ الوقت مالك ذي كله. راح نرجع ونشيك مكبوس المعكرونية. ما شاء الله هذا شوسنا. طبعا احنا محتاجين المعكرونية يكون لازجة فيها مرقة، دائما المرقة نخليها ما نخليها المعكرونية ناشفة، راح تكون ألذ. راح نشوفها لكم، ترى ما يحتاج لها ملاص بعد، بس مجرد بسم الله. طلع اللون وصلنا الى نهايه حلقتنا من برنامج المطبخ. قدمنا لكم مكبوس المعكرونيه وعلمناكم طريقه لف السمبوسه. اتمنى انكم استفدتوا في هالحلقه وانتوا قاعدين تلفون اليوم سمبوسه في بيوتكم. اشوفكم في الحلقه الجايه ومع السلامه.